اسم فارس حميدة يتصدر السوشيال ميديا بعد إعلان توبته. طبعا أغلبنا ممكن ما يعرفش مين فارس حميدة. فارس حميدة كان وهو تقريبا عنده 10 أو 12 سنة عمل أغنية مفيش صاحب يتصاحب. الأغنية دي طبعا كانت اتشهرت جدا وقتها، وكان هو بعدها غنى كم أغنية كمان، لكن فاجأ الجميع خلال يومين تقريبا إن هو اعتزل الغنى تماما وبدأ يعمل أناشيد دينية. وطبعا بعد اللي حصل ده اسم فارس حميدة تصدر السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وناس كتيرة اتبسطت طبعا بتوبته وابتعاده عن الغنى تماما. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.